الأولى بالمرحلة الثانية. المجموعة يلي بتضم معدل الكعبي، ريم غزالي، ونايف حور يلي انضم لهم داخل الخيمة الزجاجية. وهلأ حان الوقت نستمع إلى المتسابقة الأولى ضمن المجموعة، النجمة الجزائرية ريم غزالي. ريم غزالي ميس بينكي، اليوم راح اغني لكم غنية لوعد على مين، ان شاء الله تعجبكم. بدي اتشكر كل الناس اللي صوتوا لي اول مرحلة، ونقول لهم خليكم معي تاني مرحلة لانه بحبكم بزاف ونحب نضل في نجم العرب. راح اغني غنية وعد على مين، وشوفوها وصوتوا لي. كيفكن؟ ما شاء الله ما شاء الله، اهلا وسهلا فيكم. راح نبلش باول اغنيه على مين. سمعوني سمعوني يلا بنات. الله 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 شباب، يلا صلاله يلا.
ميرسي احلى جمهور. والان فوق حياه ريم، عيون ريم. ريم غزالي ميس بينكي، اليوم راح اغني لكم اغنيه لوعد على مين، ان شاء الله تعجبكم. بدي اتشكر كل الناس اللي صوتوا لي اول مرحله، ونقول لهم خليكم معي ثاني مرحله لانه انا بحبكم بزاف ونحب نضم في نجم العرب. راح اغني اغنيه وعد على مين، وشوفوها وصوتوا لي. ريم غزالي من الجزائر، اهلا وسهلا فيك، شكرا على الأغنية الحلوة. ميرسي ريم. بدنا نشكر أول شيء الفرقة الموسيقية الرائعة والكورال وبقيادة المايسترو بلال زين. طبعا تحية كبيرة للمايسترو بلال زين. تحية كبيرة بليز للفرقة الموسيقية. ميرسي ميرسي ريم. نحن هلا بمرحلة جديدة ومنافسة جديدة، إنما المنافسة صارت أقوى بهالمرحلة. صح. وأصعب. شو تعليقك على هالموضوع وشو بتحبي تقولي للجمهور اللي عم بيشوفك؟ هو يشوف توني بالاخر هو الجمهور الحكم الوحيد في هالبرنامج، وبتمنى ان شاء الله يصوتوا لي وبيوقفوا معي. وبدي اتشكر كل الناس اللي صوتت من الاول وكل الناس اللي يحضروا كل حفلاتنا، وان شاء الله يصير خير وكل واحد فينا يستاهل لقب نجم العرب. ان شاء الله خير ريم. بذكركم فيكم بلشوا التصويت يمكن عين 12 عين 12 ابتداء من الليله. شكرا ريم غزالي. ميرسي باي. الفنان ماجد المهندس وصل.